الاتجار بالأشخاص جرائم وقائعها مبهمة لضحايا وجدت نفسها فريسة سهلة بجهلها لخبايا الظاهرة. استغلال بمبالغ مالية، إغراءات بالتسفير لأماكن أكثر أمناً وتوفير مناصب شغل أهم أساليب الإيقاع بالضحايا. هي تفاصيل تحاك عميقاً في ظلمات عالم الجريمة. هي نوع من الإجرام المنظم، وهي جريمة عالمية عابرة للحدود. أشار إليها بروتوكول الاتجار بالبشر لقمع الجريمة في سنة 2000 للأمم المتحدة، وهي تجنيد مجموعة من الأشخاص من خلال تنقيلهم أو نقلهم أو استقبالهم واستخدام القوة واستخدام كل وسائل القصر من الخداع والتزوير والضغط، وهذا مقابل مبلغ مالي. طبعا هذا التعريف تبنته تقريبا معظم التشريعات الدولية بما فيها التشريع الجزائري في المادة 303، والتشريع الجديد الذي يأتي استجابة للتشريعات الدولية والمواثيق الدولية. ونذكر فقط هنا ملاحظة أن هذه الجريمة تعتبر جريمة فيها جانبين، جانب دولي يتعلق بالقانون الدولي وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان ابتداء من الإعلان العالمي إلى يومنا هذا، وفيها جانب آخر هو جانب محلي.